مشاهدينا، أوفيسر جاك هو فيلم يروي قصة رجل أمن تعرض لحالة انتقامية أثر قيامه بمهام عمله وواجبه الوطني. الفيلم الذي يحاول تقديم بعض سبل الوقاية من مثل هذه العواقب والحذر منها أيضا أنتجه شاب سعودي. هذا الشاب هو فيصل الجاك. مشاهدينا، أوفيسر جاك هو فيلم يروي قصة رجل أمن تعرض لحالة انتقامية أثر قيامه بمهام عمله وواجبه الوطني. الفيلم الذي يحاول تقديم بعض سبل الوقاية من مثل هذه العواقب والحذر منها أيضا أنتجه شاب سعودي. هذا الشاب هو فيصل الجفري وأخرجه شقيقها المعتز، وهما مبتعثان للدراسة في الولايات المتحدة. الجدير ذكره أن الفيلم يعرض قريبا جدا في سينما وارنر براذرز هوليوود في لوس أنجلوس. لأول مرة في تاريخ السينما أغلقت الشرطة الأمريكية جادة هوليوود لتصوير فيلم يخرجه وينتجه إخوة سعوديان هما المعتز وفيصل الجفري. الفيلم قصير بعنوان أوفيسر جاك، يحكي قصة رجل أمن تعرض لحالة انتقامية إثر قيامه بمهام عمله وواجبه الوطني. طبعا أول شيء أنا أفتخر أني عربي، وبصفة أني موجود هنا يعني في بداية طريقي في هوليوود، فيعني أحيانا تضطر أنك تسوي شيء يلامس القصص اللي تصير عندهم في أمريكا. وإن شاء الله بإذن الله يعني بعد فترة أنوي لعمل يعني فيلم عربي، وإن شاء الله أرفع رأس السعودية وكل الدول العربية. فيصل الجفري كمنتج ينظر إلى الأمور بشكل مختلف، مؤكدا أنه تم التركيز على إنتاج الفيلم بجودة فكرية وفنية عالية. طبعا العمل كان احترافي، فالعلاقة اللي بيني وبينه تكون في جهة أخرى في وقت العمل. طبعا التصوير في لوس أنجلوس عامة صعب، وبالأخص شارع هوليوود بوليفارد، لأن في ملايين السياح، ولكن بالعزيمة والإصرار والجهد اللي بذلناه وصلنا وقدرنا نقفل الشارع. الخبرات العالمية التي نفذت أهم الأفلام في تاريخ السينما الأمريكية أضافت لمسة إبداع، وأبرزها كانت مشاركة شون باركر أحد مصممي التأثيرات البصرية للأفلام العالمية. أسباب كثيرة دفعتني إلى الإنتاج المستقل، فحين تعمل في أفلام ذات ميزانيات كبيرة أمثال أفاتار وترانسفورمرز يكون لديك حوالي 400 شخص يضعون طاقاتهم ومساهماتهم، بينما في الفيلم المستقل تطلع إلى علاقات أكثر حميمية مع الأشخاص المشاركين من فريق العمل. شارك في تمثيل مشاهد الفيلم عسكريون من الأمن الأمريكي، بينهم ضابط متقاعد وممثلون محترفون أبدوا إعجابهم باحتراف المعتز. كان مثقفا، يعرف بالضبط ماذا يريد، وهذا ساعدني كممثل لأنني عرفت بالضبط ما يجب أن أعمل جاهدا لأجله. من المنعش أن تعمل مع مخرج وأن تشاهد طريقة عمله وأن ترى الأشياء تتجلى للعيان كما خطط لها بالضبط. إقفال الشارع ليس إنجازا فحسب للأخوين السعوديين. حين أقفلنا جادة هوليوود وتسنى لنا قيادة سيارات الشرطة شعرنا بمتعة كبيرة، حصلنا على فرصة ارتداء زي الشرطة وقيادة السيارة بسرعة عالية في الاتجاه العكسي بينما الجميع يشاهد. كل ذلك كان ممتعا للغاية. أوفيسر جاك ليس إلا البداية، ونفخر أن نشهد يوما قصص نجاح للعرب حول العالم. الفيلم عالمي الهوى، سعودي الأصل والفصل، والأهم أنه يهدف إلى ارتقاء الفكر والإحساس ضمن قالب درامي مشوق. لقناة NBC رافي بوغصيان، هوليوود، كاليفورنيا. كل الشكر أكيد لزميل رافي بوغصيان. ودائما عندنا مواهب وفي إبداعات، ولكن دائما نحتاج الفرصة وأيضا بعض الدعم والإمكانات.